بالنسبة إلى حياته الفكرية، في الحقيقة نحن نحتاج إلى وضع خارطة لمؤلفاته. هو لا شك أنه حقق كتبا من كتب المذهب، ما أعتقد أن الأخوة أشاروا إليها، حقق جامع عبد الحسن البسيوي، حقق المعتبر لأبي سعيد الكدمي، حقق كتاب الاستقامة لأبي سعيد الكدمي، مكلف بذلك من قبل وزارة التراث والثقافة. لكن بداية التأليف تحتاج إلى خارطة في الحقيقة. في رأيي إن أول كتاب يكتبه هو كتابه الذي هو عنوان بيان للناس، وهذا ألفه طبعا لما حدث بين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية وبين شيخنا الجليل أحمد بن حمد الخليل مفتي عام للسلطنة، الذي طبعا بسببه تم تأليف كتاب الحق الدامغ. فهنالك طبعا الشيخ محمد شحاتة أبو الحسن أصدر أو كتب كتيبه الصغير بيان للناس، وهذا في رأيي أنه يعني هذه الأعمال جعلته يقترب من الفكر الإباضي بشكل عام. فلنكن واقعيين، هذه الأعمال تحقيقه لكتب أبي سعيد الكدمي وأبي الحسن البسيوتي ذكرناها، طبعا ما أثير من طبعا من 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 من, من الرد وغير ذلك بين الإباضية وهل نسميهم السلفية أو الوهابية، المهم بين شيخنا الخليلي وبين الشيخ بن باز. وأيضا هو اشترك في ندوة أبي حمزة الشاري التي كانت تنظمها شؤون الشباب، كانت هذه طبعا الندوة يعني في عام 1410 هجرية 1989 ميلادية، واشترك ببحث حقيقة فيها، ثم طور هذا البحث فطبعه في كتاب مستقل تحت عنوان طبعا المختار بن عوف، يعني القائد الداعية. هو لا شك كان معجبا بأبي حمزة الشاري وفكره وجهاده، يعني لأنه كان تقريبا على نسق واحد نفس الفكر تقريبا، طالما أنه معجب بفكر سيد قطب، يعني شيء طبيعي الذي يدعو إلى الحرية وإلى العدالة الاجتماعية وإلى شورى الحكم إلى غير ذلك. هذه المبادئ هي التي موجودة مع أبي حمزة الشاري، وطبقها أبو حمزة الشاري ورفقاؤه في المسيرة الدعوية، يعني في إقامة الدولة الإباضية الأولى بقيادة الإمام عبد الله بن يحيى الكندي طالب الحق. في رأيي هذه الأعمال جعلته يقترب من الفكر الإباضي بشكل خاص، ثم أخذ يصدر طبعا الكتيبات التي ذكرت. ولكن أيضا من المناسب أن يكون هنالك خريطة لمؤلفات الشيخ أبي الحسن حتى نعرف تطوره الفكري، لأن دائما المؤلفات والكتابات تبين للإنسان، تبين طبعا التطور الفكري للإنسان. الإنسان يكتب كتاب ثم يكتب غيره بعد 10 سنين أو 20 سنة، شيء طبيعي يكون الفكر تطور، ظهرت مفاهيم جديدة، ظهرت عبارات جديدة، توضحت عبارات أخرى وأمور أخرى. فمن المناسب أن طبعا أن يكون هنالك تعرف على خريطة مؤلفات الشيخ أبي الحسن محمد شحاتة أبو الحسن.